صباح الخير وصباح الصحة والسلام على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو فينما كنتم. مرحبا بكم معنا في أول حلقة خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. أكيد عطلة سعيدة كانت منها إن شاء الله لكل الناس اللي هما في عطلة، أما الناس اللي هما في العمل فإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ومكللة بالنجاح يا رب. اليوم إن شاء الله الموعد غادي يكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، وإحنا مواصلين الجزء الثاني للموضوع ديالنا اللي كان خلال الحلقة الماضية واللي هو ذكاء الأجداد أو للناس القدام. اليوم غادي نتكلموا مازال على الكثير من النقاط اللي كنا مازال ما تكلمناش عليها، وكان تساؤلات صراحة ورسائل كثيرة ديال المستمعين الكرام. فغنقول بالنسبة لكل الأوفياء اللي كانوا سولوا على الخليع سواء في الاتصالات ديالهم أو حتى في الرسائل اللي توصلنا بها، المستمعين اللي كانوا سولونا على بركوكش، وأيضا كانوا بعض النساء ومستمعات وفيات البرنامج صحة وسلامة كانوا سولوا على واحد العادة اللي هي قديمة كانوا كيعملوها الناس ديال زمان خاصة بالمرأة خلال المرحلة ديال النفاس، يعني المرأة النفيسة بغاو يسولوا على واحد العادة في التغذية اللي كانت كتاخذها من بعد الولادة مباشرة. غناخذوا اليوم رأي الأستاذ محمد الحليمي فيها. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ الحليمي. تحية لك أستاذ عفاف، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شوف لي الأمانة مستمع كريم خد العناء وجا من مدينة طنجة حتى المدينة الدار البيضاء باش يزورنا هنا يعني في ميد غاديو اللي هو نجيب المنصوري والزوجة ديالو إلهام حمي أم آدم. فهادو أول ما تلاقيت بهم هذا الصباح أستاذ الحليمي كيقول لي أمانة أختي عفاف سلام حار الأستاذ الحليمي من كل الناس ديال مدينة طنجة. موصول إن شاء الله. شكرا شكرا لكم أستاذ عفاف. اليوم إن شاء الله أستاذ الحليمي ولا سمحتي يعني كان أسئلة كثيرة العديد من المستمعين الكرام اللي كانوا سمعوا الحلقة الماضية، وصراحة كان أنا كنشكرك بزاف على الاختيار ديالك أنه يكون جزء ثاني للموضوع، لأنه صراحة مازال كثير من النقاط اللي ما تكلمناش عليها. من ضمن التساؤلات اللي كانت بشكل متكرر واحد العادة اللي كانوا كيسولوا عليها النساء والمستمعات بالخصوص، كيسولوك أستاذ الحليمي على العادة اللي كيعملوها المرأة في مرحلة النفاس، وتحديدا تقريبا كتكون هي من أول الوجبات اللي كتاخذها وهي نفيسة، هي عبارة على بيض بلدي اللي كيطيب مع الحليب وكيضيفوا ليه حب رشاد. فهما بغاو يعرفوا واش هذه داخله في نظام غذائي ولا كتبقى فقط من ضمن الخلطات والوصفات واللي ربما المراه النفيسه ما كتستفدش منها. اذا فيها ثلاثه ديال المكونات اساسيه اللي هي بيض بلدي مع الحليب مع حب رشاد، وبطبيعه الحال راه كيتنسموا بالملح والابزار. نعم، هو قبل ما نجاوب على السؤال استاذ عفاف ما يفوتنيش انني نشكر الاخ الكريم والزوجه ديالو، ونشكر كل المغاربه اللي داروا الثقه ديالهم في ماد راديو وداروا الثقه فينا لاجل اننا نتبادلوا هذه المعلومات. ما يفوتنيش كذلك انا نوصل لكم السلام ديال اهل مدينه المحمديه، كان عندي لقاء معهم يوم السبت، كان لقاء رائع جدا، كان حضور رائع جدا. كنشكر اي واحد تكبد العناء ديال المجيء لهذه المحاضره، وهذا ان دل على شيء انما يدل على الثقه اللي الحمد لله المغاربه كيعطيوها لهذا الموضوع ديال التغذيه. وان شاء الله كنقول لهم دائما ما دمتم احسنتم الظن فينا نتمنى ان شاء الله اننا نكون عند حسن الظن. فكذلك نتمنى للمغاربه عطله سعيده ومزيدا من الحذر. غير البارح استاذ عفاف سبحان الله كنت في، وهذا فخر لنا، كنت في حديقه الحيوان اللي كاينه في مدينه الرباط. نعم. وتفكرت واحد الملاحظه كانت قالتها واحد الاخت الكريمه اللي قالت ان بعض الناس كيعاتبوا كيقولوا حنايا الماكله والاكل. البارح شفت منظر من المناظر الجميله جدا، وانا كنهضر يعني هذه شخصي بالنسبه لي الملاحظه، الله يعطيكم الخير، الملاحظات يعني ما تخليو حتى حاجه تفوتكم، ودائما الملاحظات. لان نعطي مثال باش يفهموا الناس هذه المساله ديال اي حاجه ماشي عبث. تصوروا أستاذ عفاف مثلا انسان غادي شاف مثلا واحد الجنازه، صور اللي فاتك اللي سبق يعني اللي داز قبل منك ب 10 دقائق ما شافهاش، واللي غيدوز موراك بثلث ساعه ما شافهاش، ما انت شفتيها، كنت غير جيتي واحد 10 دقائق قبل او لا ثلث ساعه ورا ما غتيش غتشوفها. هذا الشيء هذا يوحي ان اي حاجه قدامنا فيها ميساج، فيها رساله. ملي كتشد التليفون ديالك وتقرا رساله اللغه الفرنسيه ولا اللغه العربيه ولا اللغه ولا مثلا اللغه الامازيغيه ولا اللغه الاسبانيه ولا اي لغه، فانت كتحلل هذاك الكونتينيو ديال داك الميساج وتتفاعل معه. مثلا شي واحد صيفط لك انا كنساينك مثلا في واحد المكان الفلاني، مثلا عندكم موعد يعني شي انسان عمل ولا هذه، فهكا عاوتاني الطبيعه كتعطينا رسائل، الكون كيعطينا رسائل،
الوجه كيعطينا رسائل، بما نهضروا مع شي واحد الوجه كيعطي رسائل. فانا كنقول الناس ما فيها باس تسالوا على اي حاجه، وهذا التفكر مهم جدا. البارح انا شفت منظر جميل جدا، الاسر المغربيه جايبه وجبات معها، وجبات يعني تكاد تكون راقيه. وانا هذه المسائل هذوك نحاول نلاحظهم، يعني ما كيكونش تدخل هذه، يعني النصيحه تطلب. احنا الحمد لله المغاربه راه كاينين يعني منابر اعلاميه اللي ساهره على هذه المساله هذه. الو قلت انا يا كتشوف المغاربه شنو كياكلوا، انا صراحه اطمئن، مع العلم انني ملي كيمشي بعض الاماكن، يعني كان غير البارح الماضي القريب كنا كنشوفوا المغاربه شنو كياكلوا، ودابا شنو كياكلوا. هذا الشيء يدل على شيء، انما يدل على الوعي ديال المغاربه. وسنعود ان شاء الله، سنعود للاشياء اللي خلوها لنا الاجداد ديالنا. واليوم ان شاء الله تتم الموضوع ديال الذكاء الاجداد. هذا الشيء يدل على شيء، انما يدل على اننا نحاولوا نردوا ولو شويه من ذاك الفضل اللي خلونا هاد الناس هادو، ونترحموا عليهم في هذه الحلقات. راه نقدروا نديروا 100 حلقه لهاد الناس هادو، ما يعني تكريما لهم على هاد الشيء اللي خلونا. والتكريم نديروا لهاد الناس اللي توفوا، والناس اللي باقيين، كاينين الاجداد ديالنا اللي مازالين وحاملين تراث غذائي من الطراز الرفيع، ويعني يساوي الذهب في علم التغذية. هاد الناس اللي باقيين حيين وهازين معاهم هاد الموروث هذايا، يكفي فقط اننا نقول لهم الله يرحمكم والدين، قولوا لنا هادشي اللي عندكم. حتى شي واحد ما كيمشي، ماشي حتى شي واحد، كنقول انايا يعني غالبا ما كنمشيوش عند الناس. هاد الناس هادو ما عندهم تراث شفوي، خصنا نمشيو عندهم ونجلسوا معاهم بالطريقه اللي بغاو هما، ماشي نجيبوهم عندنا. حنا نمشيو عندهم في الظروف ديالهم، بين الجبال، بين في الباديه، ونهضروا معاهم. واكيد هاد الناس هادو ما نحلوا القلب ديالنا ليهم ونعطيوهم قيمه، غادي يقولوا لنا داك الشيء اللي عندهم. وهذا الشيء هذا ان شاء الله، هذا الشيء هذا خدينا احنا العاتق ديالنا ان شاء الله، وغيكون ان شاء الله في الجانب العملي. وكل ما ربحنا الوقت كل ما مزيان، يعني كاين الناس اللي كيمشيو كيديو معاهم، يعني الناس راه كتب. قبل ما تكون انت عندك مكتبه في الدار، يكون هرم عندك في الدار، اب، جد، جده، يعني راه كيكون هرم. شنو معناتها هرم؟ راه عنده معلومات اللي ما تقدرش انت تلقاها في شي مكان. هذا راه بالنسبه لنا راه كنز كيبيع، كيمشي الانسان وما كنخرجوش منه داك الحكايات، وما كنخرجوش منه داك الوجبات، يعني راه هرم الاهرام ديال المكتبه، يعني موسوعه كتضيع الانسان وما كنوثقوش هذا الشيء هذا. فقلت انا يا فعلا استاذ عفاف، الوجبه اللي هضرتي عليها مساله ديال الاستعمال، لان المراه اللي كنسميو حنا بالدارجه المراه النافسه، هذا المصطلح اللي تطلق، يعني المغاربه كيعرفوا المراه النافسه، يعني في المرحلة ديال النفاس. كانوا بزاف ديال الامور كانوا كيديروها الناس. شوف سبحان الله، الوغ مثلا الى الدرس ماشي غير حب الرشاد، جميع الحبوب، حبة حلاوة، النافع، الزنجلال، هادوما حتى هاد المرحلة عاد كيديروه. علاش؟ لأن عرفوا هاد المرأة باللي راه كان عندها واحد النقص في لي فيتوستروجين. هادي شحال ما كانش الناس كيعرفوا لي فيتوستروجين ولا هاد الأشياء، ولكن كانت الفطرة وكان الفهم الصحيح ديال لو ميساج. لان شنو الفرق بين هذا العصر والعصر القديم؟ هما ان هذا العصر كيعيشوا، حنا كنعيشوا في غابات الاسمنت ما فيهاش رسائل، حيط راه حيط. اما ملي كتخرج للطبيعه كتوقف حضر الشجره، الشجره فيها رساله، غير الورقه ديالها ورقه الزيتون. ورقه الزيتون راه عندها دوبل فاس، يعني جهه اللي هي كتكون خضراء بزاف، وجهه اللي كتكون ناقصه وكتكون بحال الا بيضاء. هذه رساله خاصنا نفهموها. يعني الطبيعه عندها رسائل، حنا المدينه شنو عطتنا هذه الرسائل؟ شنو عطتنا؟ ما عطتنا حتى شي رسائل. حنا كنقول شنو نقول؟ خرجوا الطبيعه، الحيوانات كتعطينا رسائل. علاش؟ لان الانسان قبل انه يحمل الرساله، ربي اعطاه كل شيء مسخر له. لان الرساله عرضت على الجبال وعرضت، الا ان الانسان هو اللي قبل يحمل هذه الرساله. ما دام انت كانسان قبلتي تحمل الرساله، ربي كرمك وسخر لك كل شيء. يعني انت ملي تشوف واحد الطائر كيطير فوق منك، عرف هذاك الطائر مسخر ليك انت. ملي كنقولوا ليك ماشي غايجيب لك شي حاجه ولا هذه، ولا حنا الناس كيقولوا الله يجيب شي 100 مليون، هذا المصطلح اللي كل شيء كيعاودوا. يعني هذا راه ربما بعض الناس الا جاتهم 100 مليون يطلع لك الدوبامين تحماق سور بلاس، بس ما كيعرفوش هذه المساله هذه. حنا بعد مره كنبقاو نقولوا شي اشياء، يعني هذه مساله يعني فيزيولوجيا راه احتمال 99%. انسان يجي واحد الكم مثلا ديال بالدارجه كنقولوا الفلوس، راه طلع لك الدوبامين، لان النقود كتطلع الدوبامين، كتطلع الناقل العصبي الدوبامين، طلع لك دوز كبيره في البلاصه تحماق سور بلاص.
اش كنقولوا عفاكم يكون المنطق مثلا هذا الرزق هذا نشتغل عليه بوسائل حلال، بوسائل يخدم فيها المجتمع ديالي، وسائل نخدموا فيها احنا كاملين. فهاد الوجبه هذه من ارقى الوجبات بالشروط. الشرط اولا يكون بيض بلدي، ثانيا يكون حليب بلدي، يعني الا كان حليب جيد جوده جيده مصدر جيد فممكن. بالنسبه لنا حنايا الاشياء احنا نركز، شوف احنا دائما نركز على الجوده. وحيدوا، انا كنقول المغاربه وكنقول حتى لبعض المسؤولين، حيدوا، ماشي كنقول مسؤول ماشي مسؤول سياسي، كنقول مسؤول مثلا في البيع والشراء ولا دي، حيدوا المساله ان المغاربه ما عندهم ذوق غير قضي. المغاربه الطبيعه، يعني الا كنت انت ولد المغرب كتعرف باللي جبال الاطلس وجبال الريف والاطلس الكبير والاطلس الصغير والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا الطبيعه ما يمكن لها الا تنتج انسان ذكي وانسان ذواق. راه لا يعقل انك تكون في المغرب وما تكونش ذواق وما تكونش ذكي. فاي انسان يعيش، انا كنهضر على البلد ديالي يعني، ما لان اللي هو اللي عندي عليها انا معلومات كثيره، فالجغرافيا والتاريخ والعلم الاجتماع في المغرب ينتج انسان ذكي. الفرق شنو هو؟ هذا الذكاء واش استغلناه في ما هو ايجابي او استغلناه في ما هو سلبي، هذا الفرق فقط. اما الذكاء يوجد اي كائن بشري على وجه الارض فهو عنده ذكاء. فهذه وجبه من ارقى الوجبات بشروط انه يكون بيض بلدي ويكون الحليب بلدي من مصدر معروف. بالنسبه لي تحيه للناس يجابوا هذه الاشياء. كاين اكثر من هكا استاذ عفاف، المره نفسها كانوا كيعطيوها لاصوص مرقه ديال الدجاج بلدي. شنو كانوا كيديروا فيها؟ دجاج بلدي، انا غنقول علاش؟ الحلبه والبصله بلديه والمساخن وراس الحانوت. هي المرقه ديال الرفيسه. نعم تماما. نعم نبداو باول حاجه، علاش الدجاج بلدي؟ شوف الجماليه، ملي كتشوف فخيط مثلا غطيبو ديال الدجاج بلدي، اول ما يثير الانتباه ديالك، انا مثلا نعطيو مثال، مثلا شديتي الدجاج بلدي كتلقى الفرق بين اللون، بين الصدر ديالو وبين الفخذ ديالو ملي تبغي طيبو. علاش؟ لان هذاك الفخذ فيه عضلات كيتحركوا، مين عضلات كيتحركوا فيهم الهيموغلوبين طالعه، ملي كيكون فيهم الهيموغلوبين طالعه كيكون فيهم الحديد طالع. علاش كتلقى اللون مثلا الفروج عنده اللون ملي بغيت طيبو عنده اللون، الفرق بين الفخذ وبين الصدر. الوغ المساله الثانيه، علاش خطروا الدجاج بلدي؟ هل الجماليه، هل الذكاء ديال الاجداد، هل الناس زمان شنو جابوا لنا؟ الدجاج بلدي فيه بروتينات دائبه، سوغ بلاص كتمتصها الامعاء ديال المراه النافعه. اللي هي في حاجه، انا كنقول بين قوسين، هو مصطلح فقط للدعابه، كنقول انا الناس هذاك هو السيروم ديال المراه النافعه، هو هذيك المريقه ديال الدجاج بلدي. بهذا المصطلح كنشبهو انا بالمصطلح العامي اللي اليوم اللي كنستعملوه. فقلت انايا كتكون بروتينات دائبه دغيا كتمتصها الام، كتكون في واحد الحاله اللي شويه المدخرات ديالها داهم للطفل للجنين ديالها، فتعوض بواحد الشكل سريع ورائع جدا. النقطه الثانيه، المراه كتكون خلال الحمل الطفل كياخذ منها الحديد، وهي في الولاده كيكون فقدان ديال الدم نوعا ما، فهنايا خاصه واحد الحديد، والحديد اللي هو غيمتص بشكل سريع اللي هو كاين في الدجاج بلدي يسمى بلو فيغ ايمينيك، لا بيو ديسبونيبيليتي ديالو طالعه. شكون قالها؟ الاجداد ديالنا. خلي الجواب للناس. المساله الثانيه، استعمال المساخن، هو اي لو فات ان تقول المساخن راه كتعطي السخونيه في الجسم. بهذا المصطلح كتطلع لنا لا تيغموجينيز، لو ميتابوليزم كيطلع، كتحفز الغده الدرقيه، والمراه كتكون في حاجه ان الغده الدرقيه تشتغل. علاش؟ باش توصل الاكسجين، لان الغده الدرقيه هي اللي كتكلف بالاكسجين في الجسم ديالنا. راس الحانوت، راه سميتو راس الحانوت، علاش؟ لانه الراس ديال الحانوت، لانه هو عنده فوائد عظيمه لا تعد ولا تحصى. البصله البلديه، علاش البصله البلديه؟ لان فيها مواد كبريتيه، الاليسين ومواد اللي الجسم ديالنا كيحتاجهم، زائد انها تنعش. فهاد الوجبه هادي مي كنجمعوها، زائد ان كيديروا مثلا رفيسه، كيديروا مثلا واحد الماده نشويه، ماده نشويه، علاش؟ باش كتمنح الطاقه. فاللي صوب هذه الوجبه سمحوا لي، اسمح لي استاذ عفاف، اتحدى اي واحد الان دابا يجيب وجبه بحال هذه الوجبه اللي جابوها هاد الاجداد هادوما بهذه الطريقه هذه اللي كانوا كيعطيوها لهاد المراه في هذه الحاله الفيزيولوجيه. ودايوغ راه ما كانتش كتعطى غير للمراه، كتعطى حتى للطفل اللي كيديروا لها سيركونسيزيون في الختان. كلهم نفس الاسباب هما هذو.
نعم. لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقه ديال اليوم، مرحبا باتصالاتكم وبكل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. مستمعه كريمه الاسم ديالها رشيده استاذ الحليمي، نعم. كتسولك على الخليع هي، نعم. ولاحظتي كان ايضا تساؤلات ديال المستمعين الكرام في الحلقه الماضيه، وعدناهم ان شاء الله غادي، نعم. نديروا حلقه مازال برنامج صحه وسلامه، ولكن ربما بغاو نتكلموا على هذه النقطه ديال الخليع كوجبه في الذكاء ديال الاجداد او الناس القدام. فكتسولك على المساله ديال الخليع، وكيسولوك المستمعين على مده الصلاحيه ديالو وظروف الحفظ ديال الخليع، واشنو الفوائد ايضا استاذ الحليمي، واش عنده موانع ديال الاكل، واش كاين ناس اللي ما خصهمش يتناولوا الخليع كوجبه؟ نعم، هو اولا الظروف استدعافات ديال الوجبه، الوجبه عندها ظروف، عندها كيفاش تصاوبات هذه الوجبه وعلاش تصاوبات. نعم، الى جينا نشوفوا الاجداد ديالنا كانوا كيحترموا واحد الطريقه رائعه جدا. شنو هي؟ لان احنا مثلا ربي حط فينا شهوه الاكل كباقي الشهوات، علاش؟ ماشي كغايه، كوسيله، غير لو فيت انك تاكل. علاش؟ باش تصوب الماده وباش تنتج الطاقه. علاش؟ باش تبقى على قيد الحياه. نتمنى انا من الناس يبسطوا الامور بهذه الطريقه هذه. علاش انا كناكل؟ الهدف ماشي هو ناكل، ماشي هو نشبع، لان دابا البشريه كلها الهدف ديالها انها تشبع الكائن البشري. حنا ما بغيناش نشبعوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. واخا؟ علاش لا نشبع؟ من اجل اننا نبقى ذاك الاكل حابو وباغيه. فاحنا شهوه الاكل ليست كغايه، هي وسيله. علاش؟ هنا راه كاين دابا قانون عام، لو فات دو نوغيغ سي دو فابريكي لا ماتيير اي دو برودوير لينيرجي. يعني هادشي هدايا الهدف ديالنا هو اننا نصوبوا الماده. علاش؟ جسمنا كيكبر، كتكون صغير، كتكون ولي في مرحله الشباب، مرحله نصوبوا الماده. الماده هي العظم، هي العضلات، هما الخلايا، تجدد الخلايا. والهدف الثاني انتاج الطاقه، من اجل انك تحرك، تمشي للعمل ديالك، تهز ولدك في يدك، تهز القفه ديال الخضره، تمشي تشتغل في العمل ديالك، تعطي مردود. اذا التغذيه، اذا ما كنتش غدير هاد الاهداف هذوما، فبالنسبه لي انا ليست بتغذيه. لذلك دائما كنقول انا الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك. حنا جدودنا كانوا كياكلوا الاكل اللي هما كياكلوه، حنا الان كناكلوا الاكل اللي هو كياكلنا. فانا الا ما غاديش نحقق هدف بسيط انتاج الماده وانتاج الطاقه، فبالنسبه لي انايا الاكل ما وفاش بالواد، لان هي الكميه. ما علاش كنقول هذا الشيء كامل؟ باش نرجع للسؤال ديال القديده، عفوا ديال الخليع. المساله بالخليع، الا سولنا الاجداد ديالنا الكميه اللي كانوا كياكلوا الخليع، والتوقيت اللي كانوا كياكلوا فيه الخليع، والمده بين النهار اللي غياكلوا فيه الخليع والنهار اللي غياكلوا مره اخرى. اول حاجه نبداو بالتوقيت، شوف الذكاء. فوقاش كانوا كياكلوا الخليع؟ كانوا كياكلوا في الصباح. الو هذا الا سولنا الاجداد ديالنا كيقول لك علاش الصباح؟ لان الصباح الخليع فيه ماده منها كيتصاوب الهرمونات اللي منها الكورتيزول وخاصه الادرينالين. اذا انت ملي غتاكل واحد الوجبه في الصباح عندك احتمال ان الجسم ديالك يزيد الطاقه ويزيد بزاف ديال الامور. داكشي اش كنقولوا حنايا هاد التوقيت، شوف الذكاء ديالو في التوقيت. مثلا مشينا مثلا العديد من المدن المغربيه دابا مثلا باقي كياخذوا الخليع في الصباح، وخاصه بعض المدن العتيقه منها مثلا مدينه فاس. ما يمكنش تمشي لمدينه فاس وما تاكلش الخليع في الصباح. علاش الصباح؟ هذه حكمه، هذا ذكاء، هذا فهم للطبيعه وفهم الجسم وفهم التواصل بين الجسم والطبيعه. لان احنا في هذا العصر هذا وفي الكتب وفي الجامعات ربما فهمنا الجسم بشكل جيد، ولكن خاصنا نفهموا الطرف الاخر اللي هو الطبيعه، ونفهموا الحوار، ذاك لو ديالوج اللي كاين بين الطبيعه وبين الجسم، عاد غادي نكونوا وصلنا للهدف ديالنا. فلا يعني شيئا انني نفهم الجسم ونوصل لسيستم ونوصل هذه ونوصل للاعماق ديال الجسم، واخا وما اوتيت من العلم الا قليلا، ولو هذا العلم هذايا يعني وصلنا لاشياء كثيره في الجسم ديالنا، لا تعني شيئا الا ما فهمتش انا هذا الجسم
يعني فين محطوط هوايا؟ محطوط في الطبيعه، يعني من المفروض عليا انني نفهم حتى الطبيعه باش انني نقدر يكون عندي واحد النظره اللي هي نظره شامله، لان يعني دائما عندنا لو طون، عندنا لاسباس، يعني الجسم محطوط في واحد المكان، هذاك المكان خاصه هو نفهمه باش نعرف انا الحيثيات، لان احنا الان المكان يؤثر على الصحه ديال الكائن البشري، وحنا كنعرفوا هذا الدور ديال هاد الاشياء هذه. فقلت انايا هاد الخليعه ده التوقيت ديالو كان في الصباح. بالنسبه للطريقه ديال ان يتصاوب الخليع، كاين طرق عديده، ومن اقدم الطرق هي الطرق اللي هي جيده. اولا الخليع كيكون فيه نوع من انواع اللحوم، وماشي اي لحم، كيكون الاختيار ديالها بعنايه. مثلا دابا الان ممكن يكون لحم الماعز من افضل اللحوم اللي ممكن تصوب بها الخليع. يعني مثلا انا نقدر مثلا ناكل الخليع اذا كان مثلا مصوب من لحم الماعز، وعارف مثلا لحم الماعز سبحان الله كاينه في بعض المناطق في مدينه شفشاون، وبعض المناطق في مدينه طاطا، هذو اللي عشتهم انايا، كتاكل اللحم ديال الماعز كيصحابك باللي راها من السماء باعشاب. وهي غير الاكل ديال داك الحيوان، والله سبحانه وتعالى اش كيقول؟ وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم ما فرطنا في كتاب المشي. داكشي اللي كتاكلو كينعكس عليك، انت ما تاكل، داكشي اللي كتاكلو كينعكس عليك في النفسيه ديالك، في الجسم ديالك، في كلشي ديالك. فاذا كان الحيوان كياكل اعشاب وكتبان له في اللحم ديالو، فهذا يدل على ان التغذيه عندها دور عند هاد الحيوان هذا. فكيصوب مثلا انا ممكن يكون اختيار مثلا لحم الماعز، كيقطروها طريفات صغار، وكل واحد كيدير الطريقه. فانا مع الطرق كلها بشرط انها تكون طرق صحيه، زيت الزيتون كميه معقوله، الله يعطيكم الخير، ما تكثروش الكميه وما تكثروش حتى التردد اللي غتاخذوه. الا كان مثلا الانسان اذا كان يعني مولف بزاف ياخذ الخليع يوميا واحد جوج مرات في الاسبوع، كنولي عاوتاني واحد مره في 15 يوم، لان الخليع بشكل يومي يؤثر على الحموضه ديال المعده، وكيزيد في العمل ديال المراره، ويرهق الكبد بنسبه كبيره. فناخذوه ماشي ما ناخذوش، ولكن تكون كميه معقوله. في الصباح من الافضل يكون في الصباح مع خبز كامل، مثلا الناس اللي كياخذوا مثلا بابادي الخبز كامل مع زيت الزيتون. وزيت الزيتون من الاشياء اللي كتحد من القوه، وخاصه هذه القوه ديال اللحوم اللي كتكون. فبالنسبه لي انا الخليع، مع الخليع ان شاء الله كنوعد المستمعين اننا نديروا حلقه خاصه نعطيو التقنيات الصحيحه كيفاش يتصوب الخليع. يعني كاين بعض الناس دخلوا بعض الاجتهادات، وهذه الاجتهادات عفوا حيدت الهويه، بقات في الخليع غير السميه، كما الحريره مثلا. دابا الحريره ولات بقات غير السميه، تمشي بعض المرات تاخذ الحريره تلقى غير الاسم هو اللي بقى، اما الحريره راه تبدلات كاريمون، مع العلم ان الطرق الصحيحه يجب احترامها. فهادشي ان شاء الله نشوفوه في حلقه خاصه ان شاء الله على الخليع. نعم. غادي نتواصل مع المستمعين الكرام ونستقبلوا في مكالمه معنا حكيم على الخط من تاونات. اهلا وسهلا بك حكيم. نورت لاله الشريفه. مرحبا بك حكيم. تبارك الله على الاستاذ الكريم والاتقم والمستمعين الاعزاء. شكرا جزيلا، مرحبا بك. حي على هذه المعلومات الزوينه. شكرا، الله يعطيك الخير. تحياتي. انا غير بغيت نقول لك واحد السؤال استاذي، واحد النقطه وما بقيت كنلاحظها استاذي في العيالات ديال دابا. نعم. عيالات شحال هذه كيقتلوا الشعريه ويفتلوا الطعام، دابا ما كيعرفوش العيالات ديال زمان هذا الشيء هذا استاذي. نعم. انا غنعرف علاش. واخا حكيم، ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله. غير اول حاجه ما نعموش حكيم، كاين ما شاء الله نساء مغربيات مازال كيفتلوا الكسكسو مازال، ولكن في عرس الحليمي. نعم، ولكن كاين ربما نوعا ما يعني الجيل الصاعد ربما، لانه دابا حتى المتاح وسهل الحليمي الانسان كيبغي، كنقولوا بين قوسين الحاجه السهله. اليوم لما كتخرج الاسواق كيلقاو اشياء اللي هي ولات متوفره ما كانتش زمان عاود. فمثلا كتقول لك السيده انا عاود داك الكسكسو اللي غدا نبقى نفتلو غياخذ ليا الوقت، فكناخذ الكسكسو اللي هو مثلا حاضر او لا واجد، رغم انه سبحان الله راه حتى المذاق او البنر ماشي بحال بحال الكسكسو اللي مفتول وليد، ماشي هو اللي جاهز. هو سبحان الله استاذ عفاف، الناس غيكونوا لاحظوا هذا مثلا كاينه العطله. نعم. كتمشي للباديه، صور استاذ عفاف، ياك الوقت هو هذاك 24 ساعه راه كلشي كيدوزها. ملي كتمشي للباديه 24 ساعه كدوز بواحد المذاق رائع جدا، وملي كتكون في الحياه اليوميه ديالك بالدارجه كنقولوا ما كنعرفوا الوقت كي كيدوز. راه ملي كنقولوا دقيقه ساعه 24 ساعه كنقولوا 24 عام، كنقولوا عمر. فانت الا بغيتي لان الله سبحانه وتعالى عطانا المتعه، متعه في الحياه، عطانا المتعه، راه الله سبحانه وتعالى ما حرمناش من المتعه، بالعكس. فانت الا كنتي كتعيش حياتك فيزيولوجيا فراه غتحس بالمتعه ديال الحياه. انا كنقول المتعه في وسط الاسمنت وفي وسط هاد الاشياء ديال كتضيع منا، كيضيع منا بزاف الامور. ما علم انا خرجتي للباديه بين الفجر
و12 ديال النهار هو النهار كامل في 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 في, في, في هذه الحضاره وفي هذه المدينه. يعني كيكون واحد النهار طويل ولكن واحد المذاق اللي هو جميل جدا. فانا كنقول للناس ما فيها باس نجربوا هذه الحياه ولو غير فاش تحنا الفرصه نمشيو ونخليو وليداتنا. لان اللي كيوقع دابا كنسميهم انايا لي كرونوفاج. شنو هما لي كرونوفاج؟ كرونو هو الوقت، فاج هي الاكله، كيفاش كنقولوا حنايا لي ماكروفاج في الجسم ديالنا. عندنا لي ماكروفاج كياكلوا الخلايا السرطانيه، عندنا خلايا في الجسم كتاكل هذه الخلايا. لي كرونوفاج هما الاشياء اللي كتاكل لك الوقت. كي غدير انت تفكر انك تفتل الطعام وانت عندك ميساج في الواتساب خصك تقراه، كيفاش غدير تفتل الطعام وانت عندك 300 ميساج في موقع اجتماعي خصك تقراه؟ فإلا كنا سمحوا لي، إلا كنا غنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي، هو هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه دابا. برنامج هذا موقع للتواصل الاجتماعي. علاش؟ لان يعني كنسمعوا بعضياتنا، كنحسوا بالنفس ديال بعضياتنا، كنحسوا دابا حنايا ما كنشوفوا حتى شي واحد، هذا برنامج اذاعي. غير كيهضر معنا الانسان كنتصوروا ذاك الكريماس ديالو، وكتعرفوا واش مقلق ولا فرحان. اسمح لي استاذ عفاف، هذا هو موقع التواصل الاجتماعي. انا كنهضر على هذا بين قوسين راي شخصي، لانني انا نهار تزاديت، نهار الاول ما صوبت لاكارت حتى وصلت عندي 18 عام. شنو كانت بطاقه التعريف ديالي قبل؟ كائن بشري. حنا هذا الشيء هذا كنعطيوه انطلاقا من بطاقه التعريف ديالنا حنا كاملين كائن بشري. انت قبل ما تصوب بطاقه تعريف وطنيه فكت عندك وبقى عندك بطاقه تعريف كائن بشري. فاي كائن بشري بالنسبه لنا حنايا فيجب ان الانسان يستغل الوقت ديالو. فلا يعقل انني نفكر نصوب واحد الوجبه بشكل جيد وانا عندي هذه الحياه اللي حنا تكنولوجيا. انا مع التكنولوجيا ولكن لست مع الاستغلال السيء ديال التكنولوجيا. فالاستغلال السيء هو اللي غاديين فيه دابا، ضيعنا بزاف الامور، ضيعنا نجلسوا مع جدودنا، ها هما جدودنا دابا عندهم ثقافه، ضيعنا نجلسوا معهم، ضيعنا نجلسوا مع والدينا. كتلقى واحد يمشي يجلس مع باه في الدار، خصو يستغل هذه الفرصه ديال العطله او لا ويكاند او لا هذه. باه كيسولوا ولدي كي درتي مع الطريق، هو كيقولوا له الخدمه لاباس الحمد لله. يعني السؤال والجواب باش كنعرفوا هاد الناس هادوما ديكونيكتي. فليعقل انك تمشي عند الاباء والاسره والعائله ديالك وانت مازال في هاد الحضاره وشاد التليفون وكترد على هاد الاشياء. فانا شخصيا كما كنقول الناس ملي كنمشيو للمحاضرات ونتلاقاو مع بعضياتنا وتشوف فيا ونشوف فيك ونتفاعلوا وتعطيني معلومه ونعطيك معلومه، ونجيو في الراديو ونديروا برنامج وتعطيني معلومه ونعطيك معلومه، فهذا هو موقع التواصل الاجتماعي الحقيقي. فبالنسبه لي انايا الاشياء الاخرى ممكن تكون ولكن الاستغلال ديالها. ناس كيسولنا مثلا، انا لا, 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 لا انا لا استعمل هذه الطرق هذه لان فيها اشياء يعني 90% اشياء زايده اللي غتاخذنا من الوقت، والوقت بالنسبه لنا يساوي الذهب. فانا كنقول بالنسبه للاخ الكريم فعلا شار هذه النقطه هذه كما قلتي استاذ عفاف، نحن لا نعمم، كاين الحمد لله الحادقات في المغرب. واللي كيمنعني كما كنقول انا دائما، اللي كيمنعني انني في البرنامج ما نعطيش انايا الطبخ وما نعطيش هذا، ماشي حيت انا درست لا تكنيك كولينير وقريت انايا لا كويزين موليكولير، ولكن اؤمن ان اللي كيتصنتنا راه افضل مني في الطبخ. شكون اللي افضل منا؟ هما الامهات المغربية. فكل ام مغربيه فهي شاف في المنزل ديالها. فما يمكنليش انا الام المغربيه ونتفضل انني نبدا نشرح لها الطبخ ونشرح لها هذه ونشرح لها هذه، مع العلم انها هي اللي عطات لي باز وهي اللي عطاتنا. فعلم التغذيه هما اللي عطاوه لنا. فهذا الشيء هذا يجب ان كل الاشياء نردوها للاصل ديالها. فبالنسبه لي انايا مشكور الاخ ملاحظه في محلها، هذا لا يعني ان ما بقاوش الامهات كيفتلوا الطعام في المغرب، باقين. وانا هذه تحيه للام ديالي، ام ديالي من الناس اللي باقين كيفتلوا الطعام في المغرب، ماشي غير الام ديالي، اسر اللي في الانتوراج ديالي باقي الامهات كيفتلوا الطعام. تحيه لهم هذا المنبر، وهذه رساله لهذوك الناس اللي كيديروا قنوات في اليوتيوب وهذه يبقاو يوريو بعض الناس كيفاش يديروا الطبخ. فإذا كنا غتوري شي حاجه جيده توري كيفاش نفتل الطعام، إلا دخلتي تشوفون كيفاش يفتلوا الطعام فقلما تلقى في بعض القنوات فيها الناس كيفاش يفتلوا الطعام. فهذا الشيء اللي مطلوب، هذا الشيء اللي مطلوب. نعم فعلا استاذ الحليمي، وربما كل شيء كيقلب ولا كيبحث على نسب المشاهده، فنقول لهم غير جربوا، ديروا فيديو مثلا ثم اليوتيوب فعلا عوض ما فيه مثلا كيفاش تصايبي واحد النوع ديال الكيك، ديري مثلا كيفاش يعني بالنسبه للنساء اللي ما كيعرفوش يفتلوا كسكسو او لا، فيديو اللي كيوريهم هذه التقنيه اللي كانوا كيديروها الامهات ديالنا والجدات ديالنا زمان. فبزاف ديال الناس ربما كيكون عندهم ذاك
الفضول انهم يتعرفوا عليها وانهم حتى يعني يبداو كيتقنوها. غادي نمشيو لمساله اخرى استاذ الحليمي هذه المره ده. اللي هي خاصه اذا السؤال كنا وصلنا به من عند المستمعين الكرام اللي هو خاص بالتقنيه ديال العجينه اللي ده. كانوا كيخليوها مثلا واحد المده طويله وكانت ده. واحد الوجبه اللي كتسمى مثلا المرقد. فهذه مستمعه كريمه اللي هي نزهه وانا كنحييها بزاف كتقول انه المنطقه ديالهم واللي هي من الجهه ديال الشاويه قالت ما كانش مثلا شي اسره اللي نهار العيد او لا في المناسبه اللي كيكون عندهم ضيف عزيز او لا ما يمكنش ما يفطروش بهذه الوجبه هذه اللي كتسمى المرقد. وقالت لي اختي عفاف انا كيحز نفسي انه بزاف ديال الناس ما بقاوش كيعرفوها وربما ناس اللي حتى الاسم ديالها كيستغربوا. لما سولت انا الاسم منين جا قالت لي انه كانوا كيعجنوه في الليل وكيبقى حتى الصباح. اييه هذاك الشيء علاش تسمى المرقد. اييه وكتسولك شنو الفائده ديالو استاذ الحليمي واش الا عملوه بالخميره البلديه الفائده كتبقى هي بحالو بحال الخبز. نعم هو لا غير فقط كقوس. تصور استاذ عفاف كنت شفت انا واحد البرنامج امريكي واحد الطباخ عالمي وهذا الا قلنا طباخ راه فريمون طباخ كانت عنده زياره للمغرب لاول مره في الحياه ديالو غيجي للمغرب مي شاف ما مشاش هو كيقلب على فانيني ويقلب فين مشى؟ مشى لجامع الفنا وشاف الحريره وشاف الصيكوك وشاف الرفيسه وشاف كسكسو. صور البرنامج باش سال استاذ عفاف سال بالبكاء ديال هذا الشاف هذايا. وهذا الشاف هذا راه في العمر ديالو ما يقارب تقريبا يعني على حسب ليستيماسيون التقدير غيكون عنده ذاك 70 تقريبا 73 70 بين 70 و 75. هذا سال برنامج سال بالبكاء ديال هذا الشخص هذا وكيقول فين كنت انا هاد 70 سنه؟ ما جيتش لهذا البلد هذا اللي فيه هاد الاشياء ما شفتهاش في العالم. فهذا بالنسبه لنا حنا افتخار. هذا افتخار اي مغربي خصو يشوف هذا البرنامج حتى هو راه يبكي. علاش؟ لان عندنا الثقافه، عندنا هويه، عندنا ماضي وبغينا نعيشوا به في المستقبل باش في الحاضر باش نبنيو المستقبل. كاين الناس دابا اغلب الناس ما كيعيش متعه الحاضر، كلشي كيفكر حديث الماضي ونفكروا في المستقبل والحاضر ما كنعيشوش. فهذه هي الشعار ديال هذه الحياه هذه. فهذه من الثقافه المغربيه. شوف غير المصطلح، مصطلح قوي، مصطلح فيه معنى. المرقد مرقد حيت كان كيرقدوه كينعس واحد المده كبيره. يدار بالخميره البلديه غيكون راقي جدا. علاش؟ لان غيكون فرصه للخميره البلديه انها تعطيه كل الطاقه ديالها. الخميره البلديه راه ما كتزربش. الخميره البلديه حكيمه انها كتبغي الوقت وكتبغي شوف على مثلا الفكره. حنا راه ما كنخمروش غير الخبز. انا نعطيك مثال استاذ عفاف كرمز الخميره البلديه. هذه شحال كانوا جدودنا كيخمروا الافكار مثلا سميتها بالدارجه الرزانه. شنو واحد رزين؟ واحد رزين لا يتهور كيخمر الافكار. عنده فكره كيخليها تخمر باللات. اليوم الانسان عنده فكره خصو غدا يطبقها. عندك 90% انك دير الغلط. مي كنخليوها تخمر كنعطيوها وقت وكناخذوا الوقت. فالخميره البلديه راه ما كانتش غير شوف الثقافه ديال التخمير. مثلا انسان غيزوج بنته فكيمشي ويسول على ذاك العريس ويسول على الاسره ديالو. اليوم جات بسم الله الله يعاون. فهاد التخمير طريقه التخمير في الرمز ديالها كانت حتى في الحياه ديالنا. مثلا غيقول مثلا واحد غيقول مثلا الزوجه ديالو واحد الخبر فكيتريت وكيترزن. اش كنقولوا حنا خصك تكون فيك الرزانه. شنو معنى الرزانه؟ تخدم الحكمه وخذ وقتك وخدم دماغك وخدم. دابا فينا هو الدماغ اللي نخدموه؟ الدماغ اللي فيه حنا الدماغ ديالنا مكتوب فيه جوج حوايج دابا الواتساب وفيسبوك. هادشي اللي مكتوب حنا عندنا في الدماغ ما مكتوب حتى حاجه. فهادشي اش كنقول انايا انا لا اعاتب بقدر ما انا يعني احب الكائن البشري مهما كان وكنحبوا خوتنا المغاربه. حنا بغيناهم يكونوا بصحه جيده ونبعدوهم على هاد الاشياء هادي. فانا كنقول لاختي الا درتي الخميره البلديه فكتاخذي الوقت كتعلمك الصبر كتخمريها. الانسان باش يكون يدير بالخميره البلديه خصو يكون صبار. لما كيقول خصهم يخمر ساعه المكانه ساعتين المكانه. هادشي كلشي تنعكس على الحياه ديالنا. فالحياه ديالنا بقات سريعه وكاين بعض الناس اللي كيستغلوا هذا الحب بالسرعه
وكتولي بزاف الامور. فانا مع هذه المساله، مع هذه الوجبه هذه، وضيق حتى في المنطقه ديال الجبل كيديروا هذه المساله هذه، منطقه جبالة حتى هما كيديروا هذه المساله في النهار الكبير، كنسميوه حنا النهار الكبير. أيه. النهار الكبير، عيد الكبير، عيد صغير، الزواج، شي واحد عزيز عليك، شي عربه كبيره. أيه. فهذا النهار الكبير كيديروا فيه هذا الشيء الكبير، وهادو ما يكون ما يديروا ما يسميوه نهار كبير ويديروا شيء كبير الا اذا كانوا كبار. نعم نعم، وكنتمنوا ان شاء الله صراحه المساله ديال التوثيق اللي كنشيروا ليها دائما استاذ الحليم، لان مهمه بزاف. ربما انا نتاكد راه كاين مستمعين لهذا المصطلح ديال المرقد سمعوه لاول مره ربما معنا في برنامج الصحه والسلامه، فمهم على انه يبقى شي حاجه للتوثيق وتكون كتب علاش لنا، وهي دعوه لكل المختصين باش هكذا الاجيال اللي غادي تجي من بعد على الاقل تعرف راه كانت واحد الوجبات وكانت واحد النوع ديال الاكل اللي كانوا خلاوه الاجداد ديالنا والاسماء ديالهم وحتى الطرق كيفاش كانت كتحضر. غادي نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام ونستقبلوا في مكالمه اخرى معنا هذه المره. شكون غناخذوا عارف؟ ناخذوا معنا حبيبه ولا خديجه؟ ناخذوا خديجه على الخط من مدينه مراكش. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. اسمح لي لينا لا بروميير فوا باش نهضر. مرحبا بك خديجه. عندي بويغ تري تري ماتويد كي جان سندروم 7، عندي اتانت نورولوجيك، اتانت ميسكولار، عندي كولوباتي فونكسيونيل، عندي معده. الوغ الله يخليك، اي حاجه كليتها كنتقياها، حتى حاجه ما تتبقى كما كانت كنتقياها. الوغ هذا الاخر هذا جي اوبتي باش نطحن الخس، تنطحن الخيار، تنطحن المطيشه، تنطحن الخيزو، كلشي تنطحنو. ما عرفتش واش هاد لا ميثود اللي تنديروها صالحه ولا لا. وما تناكل والو، تناكل كو دانون في الليل. ياوغت 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 يعني ياوغت في الليل، كنت كنشرب الحليب تيقولوا لي لا ما زينش، وما عرفتش اش ناكل وما تناكل والو. والخضره الله يخليك مشيت عندي ان بروبليم في الديه، ما تنقدرش ننقيها دائما، تقدرني في الديه، واش يمكن نديرها بجلوفها؟ وما عرفتش اش ناكل. والله يخليك لا كونستيباسيون عندي بزاف بزاف، ديما عندك 8 ايام 9 ايام 7 ايام حتى نخرج. سينو الا كليت شي حاجه غير تفاوت شي شوي تجيني لا فياغي، سوا لا فياغي سوا لا كونستيباسيون، ولكن لا بلوبار دي تون لا كونستيباسيون. شحال في عمرك خديجه؟ عندي 55. نسولك عفاك، متبع شويه البرامج ديالنا؟ لا تنتبعك ديما، انا من المحبين ديال البرنامج ديالك. داكوغ، الوغ واش كطبقي داكشي اللي كنناقشوه مع الناس داكشي اللي كنقولوه؟ لا، بحال خميره ما درتها واحد الخطره ما طلعت لياش، الوغ حيدها. واخا غادي تاخذ الهاتف ديالي. خديجه ما تقطعيش، رجعي لعند سميحه يرجعك عارف لعند سميحه في ستوندار باش تاخذي الرقم الهاتفي اللي هو خاص باستاذ الحليمي. وانا خديجه مع هاد الاخطاء اللي انت عامله بعدا في الاول. نعم. كامله ومع هاد المشاكل الصحيه كامله. نعم. اللي عندك انا غنهنئك. نعم. على حاجه وحده، هو الحمد لله القوه والطاقه باش باقي عندك انك تكلمي. نعم. مع هاد المشاكل الصحيه استاذ الحليمي كامله. هو هاد الطاقه حبذا لو اننا نستغلوها في الجانب الايجابي. نعم. زعما استسمح، ولكن الاخت الكريمه مازال خاصها تشتغل. اخطاء كثيره، وربما 90% ديال لو كوتي اللي هضرت عليه بعدا هي على الاقل الغذائي ديالها، الجانب الغذائي ديالها. والجانب الغذائي في هذا الشيء حاسم استاذ عفاف، حاسم. يعني بالنسبه للاخت الحمد لله، انا كنقول للناس راهم وصلوا لاشياء اللي انا يعني استغرب، كنقول انا كيفاش هاد الناس وصلوا انهم يعني كتعطيني واحد الطاقة هنية كثيرة بزاف ملي كنشوف الناس وصلوا لواحد المستوى يعني متقدم. هاد الناس هادو فين كانوا؟ راه كانوا في مراحل تاهما في هاد الم... إذا اللي كنقول لأخت أنايا باقي عندك الاشتغال، عندك هاد المشاكل كاملة ومازال التغذية ديالك بهذه الطريقة هادي، فكنظن أنا غادي هاد المشاكل ما عمرها تحل. المشكل كنحصلوه كنحلوه من الأصل. عندك واحد السطح كيقطر، خاصك ماشي تجي وتعاود تصباغه، تشوف هذاك التيه ولا شي حاجه اللي كيقطر، نحلوا لاكوز ديال لاكوز ديال لاكوز ديال لاكوز. الاخت الكريمه كنظن يعني واخا كتصنت، هذه دعوه للناس يعني الله يعطيكم الخير، ديروا غير داكشي اللي تقتنعوا به، داكشي اللي دماغك تقتنع به، وجمعوا المعلومات وشخصوا الحياه ديالكم، ماشي شخصوا المرض، شخصوا. شنو معنى تشخصوا؟ انك دير الحياه ديالك غاب وحدك نتايا بالفهم ديالك، يعني بالفهم ديالك نتايا، لان الحياه ديالك ما يمكن انت اللي سايقها، يقدر يوريك شي واحد كيفاش تسوق ولكن ما يسوقلكش حياتك. ف
فهمي كتمشي تشد بيرمي كتشد بيرمي باش يوريك الاستاذ والمونيتور كيفاش تسوق وتاخذ الرخصه باش تسوق ولكن ما غايجلسش معاك باش يسوق معاك هكا الحياه ديالنا تقدر تمشي عند مختص تقدر تشوف معلومات تقدر هذه تجمع المعلومات علاش باش تسوق الحياه ديالك كاين الناس اذن عندما اللي ربما غادي كيسوق طريقه ماشي هي هذيك كتوقع حادثه يعني مرض ولا اشياء ولا هذه ولا هذه فكنقول لاختنا باقي خصك الاشتغال ان شاء الله باذن الله وهاد النقط اللي هضرت عليها كامله ممكن ترجع للحلقات ديال ميد راديو وتلقى الجواب الشافي ديالها ديال كل المعلومات دونك انها باقا ما بداش الخميره البلديه فاول مرحله هو انها تقتنع هنا سا سو فوا انه ما كنطبقوش كنكونوا باقي ما اقتنعناش اول مرحله انها تقتنع ثاني مرحله انها تبدا الخميره البلديه وتبدا تشتغل على راسها وهاد المشاكل هي اللي كتبغي على الاقل بعدا يكون نظام العيش ديالنا يكون في مسار صحيح عاد نبداو الشغل على الاشياء الاخرى نعم وغتسمح لي استاذ الحين واحد الاضافه صغيره على الكلام ديالك هو بالنسبه مثلا هي تكلمات على المساله ديال الخميره البلديه عملاتها مره واحده ما صدقاتش غنقول لها راه كاين الناس اللي جربوها اربعه وخمسه وسته المرات اكثر فعلا استاذ الحين ومن بعد صدقات وهي دابا سنوات وهما غاديين عليها وداخله يعني من ضمن الاساسيات في النظام الغذائي ديالهم مساله اخرى تكلمات على الناس اللي كتكون عندهم ربما نوع من الحساسيات استاذ الحليمي ولما كتكون واحد الحموضه في بعض الخضر بحال المطيشه مثلا بحال ربما الحامض او لا كتبان عندهم مضاعفات في اليدين ديالهم هذا كان من ضمن المواضيع اللي كنا تكلمنا عليها في احدى الحلقات مع الدكتوره نائله دراعو مشكوره اللي هي طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وفي الشعر والاظافر وكانت عطات واحد الحل بالنسبه للناس اللي كيحرقوهم يديهم الا مثلا نقاو مطيشه او لا شي خضر اللي فيها الحموضه قالت انه كاينين ديغون او لا قفازات اللي كيكونوا ديال القطن كيلبسوهم هما الاولين ومن بعد كيديروا القفازات العاديين اما ديال البلاستيك او لا وكتنقي الخضر ديالو هي مرتاحه يعني الحمد لله راه كاين حل لاي حاجه خاص غير الانسان يجتهد شويه غادي نوصل الحليمي نمشيو لنقطه اخرى هذه المره اللي هي خاصه ايضا بواحد الوجبه وحنا كنتكلموا على الذكاء ديالنا زمان هي بركوكش كان ايضا من ضمن النقط اللي وصلوا لي الكثير من المستمعين بغاوك انك تتكلم عليها نعم هو استاذ عفاف ماذا عساني ان اقول على بركوكش بركوكش شوف اي المصطلح ديالو نعم مصطلح فيه القوه انا كنقول للمغاربه احنا وليداتنا دابا تصور استاذ عفاف انا واحد الطفله جات عندي تقريبا ملي كنقولوا طفله يعني 20 سنه تقريبا ما كتعرفش زريعه الكتان فاذا كانوا وليداتنا ما كيعرفوش زريعه الكتان كي غيديروا يعرفوا هربل كي غيديروا يعرفوا الزميطه كي غيديروا يعرفوا بركوكش كي غيديروا يعرفوا سايكوك شوفوا المصطلحات هذه هذه المصطلحات توحي بالقوه تحب واحد ذاك الخشونه ماشي السلبيه الايجابيه ذاك الخشونه اللي كتحس انه مصطلح قوي فاذا شديتي مثلا بركوكش فبركوكش انا مع المغاربه بالطرق اللي كيصوبوا في المغرب فهي وجبه راقيه ماشي غير هو انا اتحدى اي مختص في العالم في التغذيه يجيب بحال بركوكش المغربي بحال السيكوك المغربي بحال التشيشه المغربيه بحال الرفيسه المغربيه بحال الرفيسه العمياء الرفيسه العمياء دابا راه خصها تقرا في جامعات الاقتصاد جامعه تدرس الاقتصاد خصهم يقراو الرفيسه العمياء علاش لان يعني المغاربه باش صوبوا الرفيسه العمياء مارسوا ما يسمى بالاقتصاد علم الاقتصاد شوف التغذيه راه انا الاقتصاد الا غنقراها انا مزيان نفيد في التغذيه عندي صديق ديالي ان شاء الله باذن الله غتكون مفاجاه ان شاء الله فيما يخص الجانب الاكاديمي اللي هو كيشتغل على هذا الجانب هذا يعني كيشتغل على ولقينا ان الانسان لما كيولي ياكل اكل بين قوسين جيد الناس كيظنوا انهم غيزيدوا المصروف بهذا المصطلح ديالنا مع العلم اننا كنقصوا المصروف بواحد الدرجه يقدر يوصل استاذ عفاف حتى ل 70% داك المصروف اللي حنا كنصرفوا الا حاولنا ناكلوا مزيان فبركوكش ما يقدر ما نقدر لان كان واحد المستمعين لان كيستاهل راه تقريبا جوج حلقات حنا غنحاولوا نديروا له حلقه من اجل اننا نهضروا عليه فهذه وجبه وربما في قريب العاجل لان حنا غاديين الان دابا في النوستالجيا ديال الوجبات ديالنا وديال الثقافه المغربيه ديالنا باش اننا نحطوا شي حاجه واقعيه للمغاربه فبركوكش غيكون ان شاء الله نجم وهو يستحق انه يكون نجم فهو نجم وانا صراحه اللي كنسمع هذه الكلمه ديال بركوكش قبل ما نذوقوا غير كنسمعها يعني كنقول انا بلي المغاربه خصنا نرجعوا لهذا الشيء هذايا باش نوليو نشوفوا ذاك الرجوله اللي حنا بغينا نشوفوها في الانسان المغربي العربي ونشوفوا ذاك الذكاء ونشوفوا ذاك الثقه ونشوفوا ذاك العاطفه ونشوفوا حنا هذا العالم شنو كيحتاج انا ما عمري عطيت وصفات غنعطي وصفه في العاطفه شنو كيحتاج هذا العالم كامل كيحتاج غير الحب حنا محتاجين غير الحب تحابوا بيناتنا ككائنات
والله العظيم تيمشي العالم لهذه. مي كاينين الناس اللي دابا العالم كامل محتاج ان يكون نفهموا حاجه وحده، اننا نحن كائنات التكامل ولسنا كائنات التنافس. هادشي اللي هادي على بركوكش ان شاء الله من اجمل الوجبات. وكنقول المغاربه الى حاولتوا انكم ترجعوا له غادي نديروا حلقه خاصه في القريب العاجل على بركوكش ان شاء الله، باش اننا نحطوا جميع النقاط. علاش؟ ماشي باش نوليو المغاربه كيفاش يصوبوه، غير باش نحيدوا داك الشوائب التي تشوب حول هذه الثقافه ديالنا بالاضافات اللي هي لا تعني شيئا لهذه الوجبات هذوما. نعم نعم، ما يمكنش ما نتكلموش استاذ الحليمي وحنا في الموضوع ديال ذكاء الاجداد او الناس القدام على المساله ديال اتاي. اتاي المغربي كيختلف من منطقه لاخرى، اتاي الاقاليم الجنوبيه ماشي هو الناس ديال الشمال، ماشي هو الناس ديال دكاله ولا ديال الناس ديال الشاويه او لا. فهنا استاذ الحليمي تكلمنا على اتاي كوجبه مغربيه، ولحد الان استاذ الحليمي شوف اجيال مرات وكان الكثير من الناس اللي هما مروا ومازال ربما كتلقى اختلاف ما بين الناس، غير المساله ديال شحر اتاي. كاين اسر اللي كتقول لك لا راه ما خصوش يتشحر، كاين ناس كيقول لك كيفاش كتقدروا تشربوا اتاي وهو ما مشحرش، ومازال الاختلاف كاين استاذ الحليمي. فعلى الاقل غير في واحد الجانب نقدروا نحسموا فيه اليوم. هو استاذ عفاف انا غنبدا بالتدرج. نعم، اول مرحله اذا كان الانسان يعني باقي ما كيشربش اتاي ولا هذه، لفات اننا نشربوا اتاي راه جيد، هذه النقطه الاولى. وانا كنقول بشرى للمغاربه، يعني كنقول افتخروا يا مغاربه. تصور الان الشيء اللي دارت عليه الدراسات في العالم بالطريقه المغربيه. نعم، ملي تدخل الانترنت كتب فوائد الشاي، ملي تلقى ذاك الفوائد ديال الشاي عرف باللي الطريقه المغربيه بها باش الناس وصلوا جدوا ذاك الفوائد بالطرق اللي كيصوبوها المغاربه. قبل ما نهضر على الطريقه حبذا لو نهضر على الشاي كمشروب. تصور في العالم الان، دابا في العالم يعني المشروبات التي تشرب بكثره الماكينه القهوه، ها من مورها الشاي. الوغ الشاي فيه ليبيغالو كاتيشين غالات، مواد اللي كتحط كاس ديال اتاي في الصباح وتخليه حتى العشيه نسي فيه، كتلقى اللون ديالو ولا فونسي. هذاك اللون اللي تبدل هما كيتسماو ليبيغالو كاتيشين غالات، مواد كتوصل حتى للتعبير الوراثي، كتوصل استاذ المواد استاذ عفاف حتى للجينات ديالنا. شرط انه يكون الشاي بدون اي شيء اللي يتحلى، ما انا كيقول الشاي غير باش نصوب انا اتاي بلا حتى شي حاجه نحلي بها، خاصني ضروري ان الشاي يكون ذو جوده. واحد النقطه، المغاربه كانوا كياكلوا اللحم مثلا كميه ديال اللحم من موراها كيشربوا الشاي. علاش هاد الذكاء المغرب؟ لان اللحم بزاف كتعطينا الحديد بزاف، والحديد امينيك يعني يمتص بشكل كبير. هاد الحديد هذا خصو واحد لو كيلاتور. شنو هو لو كيلاتور؟ هما لي طانا وحمض الطانيك. فمي كانوا جدودنا كياكلوا اللحوم ويتبعوها بالشاي، فهذا ذكاء خارق. علاش؟ لان اللحوم فيها لو فيغ امينيك، ولو فيغ الحديد هو اللي كتستغلوا البكتيريات باش ما ينموش البكتيريا، باش ما يطلعش الحديد في الجو. انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فخصك حمض الطانيك، وحمض الطانيك هو لو كيلاتور ديال هاد لو فيغ امينيك. فالطريقه كيفاش تصاوب الشاي هي طريقه بسيطه جدا. كنشدوا الماء كيتغلى كيولي فيه داك السبوله اللي كنسميو حنا السبوله. حبذا لو ان هذاك الماء من يطيب، وهنا واحد المساله مهمه، الماء خاصو يطيب مزيان. والماء استاذ عفاف كيلعب دور كبير في الشاي. علاش؟ شوفوا في الجنوب صوبوا الشاي باش بالماء ديال الشتاء كيجمعوه، كتكون عندهم واحد المطفيه ولا كتكون عندهم هذاك الماء به باش، لان الماء كيلعب دور كبير بزاف في المذاق ديال الشاي، ماشي غير الشاي في حد ذاته. اذا بغينا نتعمقوا في الشاي فالماء عنده دور كبير بزاف. الوغ كنغليو الماء مزيان، ممكن ذاك الساعه كنشلوا الشاي من الاحسن يتشلل باش نحيدوا الغبره وباش نحيدوا هذه بسرعه. نقدروا نشلوه كاع بالماء البارد، ما كاينش مشكل، لان الهدف ديالنا شنو؟ هو ذاك الورقه ديال الشاي تحط في الماء الساخن كاتاليزور، كتحل ذاك الورقه وكتطلق المواد ديالها. يعني الطريقه الصحيحه هو انه نغليو الماء مزيان ونحطوا الشاي، ونحطوا مثلا اللي غيدير النعناع، اللي غيدير بزاف ديال الامور، نديروها ونخليو ذاك الشيء كامل يطلق. الا كان الصبر فهذه هي الطريقه الصحيحه اللي كنستافدوا، لان احنا الهدف هو ذاك الوريقه ديال الشاي تحل وتطلق لنا ذاك اللون ديالها اللي هو لون الشاي. اذا الماء مغلي مزيان
كيطلق السبوله ديالو، ومن بعد نديرو الشاي نديرو نكبو كلشي عليه. نقدروا الا كان مثلا نشحروه، طريقه الشحر ممكن نشحروه غير البوطه تكون ناقصه واحد شويه، هذه طريقه، وكونوا متاكدين باللي كنحافظوا على الفوائد ديال الشاي. وانا المهم عندنا هو نشربوا الشاي ماشي نعقدوا، لان كاين بعض الناس يقولوا انه واش هذه الطريقه واش هذه الطريقه جيد، المهم اننا نشربوا الشاي. الطريقه اللي دار هكا يكون طريقه من افضل الطرق. نعم غنشكرك بزاف الاستاذ محمد الحليمي اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، والموعد معك ان شاء الله غادي يتجدد يوم الجمعه المقبل. شكرا جزيلا لك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لسامي عارف كان معي في الاخراج، وسميحه عشوبي مشكوره كانت استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه، قضيوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.